إذن وإذ تأذن ربك. إذن المسألة مسألة أفكار، الخطورة في الأفكار والفلسفات اللي بتنعكس سلوكيات. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. يسومهم معناه مفهومة تمام إلكم، إيش يسومهم سوء العذاب؟ لكن العجيب إنه السوم، إذا بتلاحظوا أنت مرات بتنزل على السوق وبتبدأ تتكلم مع التاجر وتأخذ وتعطي في السلعة، شو اسمه هذا؟ سوم. هذا مساومة. بكم؟ بلحظه بيعرض عليك السلعة بتعرض عليه الثمن، بيعرض عليك السلعة بتعرض عليه الثمن، هذه ايش اسمها؟ مساومة. كم قال لك سوم يعني هات شو عندك شو بتدفع؟ سوم. هاي بنستخدمها احنا في البيع والشراء، وهي غالبا معناها كله له علاقة فعلا بعرض، بالعرض. العرض على فكرة تعرض اشي على اشي، تعرض اشي على اشي، تعرض اشي على اشي. وكأنه وبعدين في عندكم في الزكاة مثلا الاغنام والابقار والجمال اذا كانت سائمة تدفع زكاتها، اما اذا معلوفة معظم السنة فيش زكاة. اذا معلوفة معظم السنة فيش زكاة، انما الزكاة في اني منها؟ في السائمة. شوفوا شو اسمها؟ سائمة. هي كأنه على فكرة هي ايوة بتكون في في المراعي وتعرض على المراعي، تعرض على المراعي مشان تأكل، تعرض على المراعي. فيا سبحان الله، اذا بدنا ناخذ هذا معنى العرض هذا وفي المستخدم في البيع والشراء السوم، او الدواب السائمة اللي تعرض على المراعي مشان روحي اعرضي. يسومهم سوء العذاب. يسومهم شو معناته؟ معناته طول التاريخ بيكون سوء العذاب ماله يعرض عليهم ويعرضوا عليه، يعرض عليهم ويعرضوا عليه. كيف النار يعرضون عليها؟ يعرض عليهم ويعرضوا عليه. سوء ايش؟ سوء العذاب. معناته هذول الناس بيضلهم طول عمرهم في حالة اضطراب، ايوه فيش هدوء، حتى لما بتشوفهم ما بتعذبوا، بيكون عم بيعرض عليهم. شو يعني يعرض عليهم؟ يعني انتوا بالكم لو دخلتوا جوا عند ما يسمى باسرائيل وبدأت تعمل الان دراسات وتشوف مدى القلق او الراحة او الاستقرار بالنسبة لباقي الشعوب، قديش هم مستقرين وقديش هم شاعرين بالامن وقديش بمستقبلهم بالنسبة لهم امن ومسائل من هذا القبيل. بس هذه مجرد هذا. اذا هم عبر التاريخ كله راح يظلهم معروضين، سواء كان لاحظوا سواء كان وقع فيهم او متوقعينه، سواء وقع فيهم، لانه لما يسام بوقع فيه، وممكن يسام من خلال ايش؟ العرض. بظلوا دائما متعرض، لاحظوا بظل دائما متعرض لايش؟ لسوء العذاب. شو يعني متعرض؟ يعني مرات بوقع فيه العذاب ومرات متوقع لانه معروض دائما. واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، اسوأ واشد. شوفوا سوء العذاب، مو العذاب لحاله سيء، مو العذاب لحاله. كيف سوء العذاب؟ وفي لذلك في ناس ظنوا انه يعني وجود اسرائيل كانت هذه يعني استثناء من القاعدة. لا، هو بالعكس، لو ظلوا في باقي الشعوب موجودين، باقي الشعوب موجودين كان بالعكس آمنين وبجوز وهم الأغنياء وكذا الأخير كل تفاصيل. لكن لا، هذا من ضمن إيش؟ الدوامة نفسها. وبجوز الآمنين فيهم هذول اللي مش بيأخذين المبادئ الباطلة هاي، اللي بيقول لك إحنا مش مؤمنين باليهودية. والإشكالية وين تكمن؟ في اللي بيؤمن في المبادئ الباطلة. وعن مين بتكلم الله سبحانه وتعالى؟ بتحدث عن مين هو؟ عن هذول الناس. هو يعلم، يعلم عقائدهم الباطلة اللي هي ضد الحق والحقيقة. ولذلك القرآن استفاض في الكلام عنهم، عن أهل الكتاب بالذات، لأنه برضو حتى المسيحيين يؤمنوا بالعهد القديم،